ونظر كثيرا باش تبقى رياضة كرة القدم مدينة العرائش. هو مسير لنادي شباب العرائش ويتعلق الأمر بالسي مصطفى لقروشة السبتاوي. تفضل السي مصطفى لقروشة مسير رياضي رئيس تحمل المسؤولية في شباب العرائش، أنقذ مدينة العرائش في ياك السي مصطفى هادشي جاي بلا ما نهضرو شوية على ديك الفرقة اللي طاحت المرحلة اللي الفرقة طاحت. هذه المناسبة اللي كنأرخوا بها كما كنقولوا وسائل الإعلام حاضرة معنا والمدونين حاضر معنا. تفضل سي مصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. السلام عليكم الكريم. أولا بغيت نشكر الجمعية كيتلقاها سي محمد المولي. سي محمد المولي كنعرفو ملي كان ملي كنت باقي كنسير كنسير في الفرقة ما كانش كيدخل علينا الوقوف ديالو في الفرقة ديال الشارع. شكرا جزيلا. شكرا للجمعية الرياضة الفيدرالي المغربي للتنمية. ما بغيتش ننسى عاوتاني ندعيو بالشفاء للسي العربي الرجيم مسير قديم مسير الوالد ديال العرايش اللي ضحى. حنا ضحينا شوية ولكن هذاك حنا عايشناه وعرفنا التضحية اللي ضحى. السي العربي الرجيم كاين السي الزموري الله يذكره بخير حتى هو حنا ضحى بزاف. وكاين مسيرين عاوتاني اللي محمد الصحراوي مات الله يرحمه مسكين. هاد المسيرين ضحاو واحد الوقت اللي ما كانتش الإعانة من عند الجامعة. كانت الجامعة عندها واحد الدعم قليل ما كانش كان الدعم قليل بزاف. كان الدعم شوية ديال البلدية والسلطات المحلية وهذا. كنشكرهم على الدعم ديالهم اللي كيدعمونا. باختصار كاين بزاف الناس اللي ضحاو في الخفاء ما كانوش باينين. عندنا النجار مصطفى، كاين مصطفى موتو الفاضل. هادو الاخوان كلهم ضحاو ولكن ما كانوش في الواجهه ولكن كانوا كيضحاو الغالي من المسؤولين هذا العريش. ونتمنى التوفيق ان شاء الله بحول الله وما نساوش الفاتحين. واش كتشاركوني نفس الفكرة. خصنا ندعمو السي رجع الله عليكم. هذاك السيد اللي وصل الفريق اللي وصل المغرب لمرتبة كبيرة بزاف ونايض عليه واحد الحملة. دابا حنا معاه وكنظن واقيلا كتشاركوني نفس الفكرة. ومن هذا المنبر وهذا المجتمع نوجه واحد التحية كبيرة والدعم لنا إن شاء الله. شكرا. اذا شهاده التقديري غادي يسلم عليها رئيس الفدرال السي احمد الميموني وكذلك السي محمد سواطه. مناصفه لازلنا في حفله تكريم فعاليات